فيما يخص الاستثمار الحالي الشقيقة مصر في ميدان الطاقة فهو ماشي، على كل حال نزيدو ندعموه بالنسبة للتنقيب، بالنسبة للتنقيب سواء على الغاز في المناطق الجنوبية ولا حتى في المناطق أوفشور بحرية. بالنسبة للشركات المصرية اللي معروفة بقدرتها على الإنجاز، كان فيه شركات مصرية شاركوا معنا في بناء عمارات ومشاريع أخرى، مقاولون العرب بالأخص. الجزائر مفتوحة على كل حال، مرحبا مرحبا بالشركات. أنا أعطيت الإشارة الخضراء للسيد وزير الإسكان أنه يتعامل مع الأشقاء في كل المناسبات، حتى في الهندسة المعمارية، حتى في كل ما يتعلق بالهندسة المعمارية والبناء وبناء المدن الجديدة بالأخص. ومصر عندها تجربة تتحدث على نفسها بنفسها في هذا الميدان هذا، إذن نستفاد من تجارب بعضنا بعض. أقول أن اليوم الاستثمار على الأشقاء في مصريين في الجزائر استقر وصبح عادي، يعني مقبول من طرفين، ما فيش أمور خارجة على هم في بلدهم، مرحبا بهم ومرحبا بكل من شقيق يحب يستثمر في بلده الثاني الجزائر.